تزداد المخاوف يوما بعد يوم من انتشار الأوبئة داخل قطاع غزة، نظرا للظروف القاسية التي يمر بها السكان خلال العدوان، مما يشكل خطرا على حياة الجميع. العدوان الجوي والبري للاحتلال الإسرائيلي الموسع في جنوب غزة أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتفاقم الظروف الإنسانية المتردية في القطاع، حيث يمنع القتال توزيع الغذاء والماء والدواء خارج جزء صغير من جنوب غزة. ووسط تواصل التحذيرات الأممية من خطورة الوضع الصحي الذي يعيشه سكان القطاع في مراكز الإيواء، وعدم دخول شاحنات إغاثية كاملة من معبر رفح الوحيد الذي يعمل بالقطاع، باتت الخيارات صعبة أمام الأطباء وسط نقص الإمدادات الإنسانية وإمكانية انتشار الأمراض بالهواء في ظل عدم وجود نظام صرف صحي. وعلى الرغم من دخول شاحنات مساعدات عبر معبر رفح الحدودي، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن العملية الإغاثية الحالية في قطاع غزة غير مستدامة ولا تستطيع الصمود، وأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، مؤكدا بأنه يرى مؤشرات واعدة على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة قريبا للسماح بدخول المساعدات.